في موضوع آخر، انطلق الصالون الدولي للتمور المقام ببسكرة في طبعته الثانية بحضور 24 شخصية دبلوماسية و200 عارض، حيث ينتظر أن يعرف عدة اتفاقيات في مجال تصدير التمور الجزائرية. وما يميز الصالون الدولي للتمور هذه السنة هو البحث عن استراتيجية لتسويق والتعريف بالتمور الجزائرية، خاصة وأن الجزائر قد صنفت في المرتبة 7 من حيث تصدير التمور 2015. التفاصيل رصدها علي رحاب. الكميات اللي تم تصديرها خلال السنوات اللي مضت كميات صغيرة، كميات صغيرة إذا نظرنا لحجم المنتوج بصفة عامة. وعرفت شوية مشاكل بالنسبة للظروف اللي لازم تكون تم فيها هذا التصدير. الجهد اليوم أو الجهود اليوم منصبة من طرف الإخوة المتعاملين الاقتصاديين باش تهيئ هذه الظروف، لأن تعرف التصدير يخضع لشروط باش تكون قبولية بالنسبة للمنتوج، سواء كان تمر أو منتوج آخر، وخاصة المنتوج الفلاحي اللي بين قوسين بدينا نشرعوا في التصدير انطلاقا من مدينة بسكرة حتى في الخضروات. هذا ولتفاصيل أوفى عن مجريات ما يحدث في الصالون، نربط الاتصال بمبعوثة تلفزيون النهار إلى ولاية بسكرة. سوريا شعلال، أهلا بك. بداية، ما هو الجديد الذي قدمه هذه السنة الصالون الدولي للتمور؟ نعم زميلتي وفاء، مساء الخير. مساء الخير كل المشاهدين الكرام. إذا نتواجد الآن بالمعرض الدولي للتمور ببسكرة في طبعته الثانية، حيث شهد هذا الصالون مشاركة ما يزيد عن 70 دولة وأكثر من 80 رجل أعمال جزائري. تم منذ قليل إمضاء بعض الاتفاقيات بين مصدرين جزائريين للتمور مع شركات أجنبية، واحدة تونسية فرنسية لتعليب التمور، والذي يطمح القائمون عليه إلى إنشاء وحدات إنتاج هنا بالجزائر في المستقبل القريب. أيضا هناك اتفاقية مع أكبر شركة ماليزية لاستيراد التمور، والتي ستكون بوابة للتمور الجزائرية نحو بلدان القارة الآسيوية. كذلك ستعقد اتفاقية شراكة يوم غد على أكثر تقدير حسب المعلومات التي تحصلنا عليها، بين شريك جزائري وشركة إيرانية إيطالية لإنتاج الفحم، وكذلك بين شركة جزائرية وأندونيسية لإنتاج الورق من الزريد. إذا هي مشاريع ستكون عالمية تنطلق من صحراء الجزائر، والتي سيتم من خلالها استغلال بقايا التمور والزريد التي كانت ربما بالأمس القريب مآلها إلى المفرغات العمومية، ستستغل اليوم في إنتاج مواد لطالما أثقلت فاتورة استيرادها الخزينة العمومية لسنوات على غرار الفحم والورق. جيد.